لو كنت قاعد بتمنتج فيديو وفجأة التايم لاين بدأ يعلق معاك وما بقتش عارف تشتغل، ما تقلقش، عشان في فيديو النهاردة هشارك معاكم بعض الحلول اللي هتخلي الواجهة أسرع حتى لو جهازك ضعيف. تابع الفيديو للآخر عشان ما يفوتكش أي حاجة في الشرح، ويلا بينا. خلينا نبدأ بأول خطوة، وهي أصلا السيكونس بتاعتك الجودة بتاعتها هتكون إيه، انت جهازك يستحمل ايه اصلا. يعني عندك هنا في 1080 و60 فريم، ممكن انت جهازك مثلا يتحمل 30 فريم بس، في اجهزه تانية ممكن تتحمل ال4K عادي، فانت ديت بتختارها على حسب قدره جهازك. طبعا انا دايما بفضل 1080 60 فريم، لان انا بحب السلاسه اكتر عن الجوده، لان بحس ان الجوده 1080 بتبقى يعني ما بيبقاش في فرق كبير، فبختار دايما 1080 60 فريم. تاني اهم خطوه انت لازم تعملها، هتروح على فايل وتيجي عند بروجكت سيتنج وتدوس على جنرال، هيفتح معاك القائمه دي. طبعا انت الاختيار عندك دوت هيكون مفتوح. طيب انت لو عندك برضو نفس المشكله اللي عندي ديت وان هو مقفول، ده يبقى ان النسخه بتاع بريمير اللي عندك دي الكارت بتاعك اضعف منها، فبالتالي الاحسن ليك انك تنزل بالنسخه بتاع بريمير، تنزل مثلا 2024 او كده. المهم ان الاختيار ده هو اللي بتختار منه برنامج هيضغط اكتر على كارت الشاشه ولا البروسيسور. طبعا الاختيار ده بيكون عندك 3 اختيارات لو هي مفتوحه عندك، يا اما هتلاقي زي ما موجود عندي دلوقتي كودا وده بتاع كروت انفيديا، انما لو عندك كارت AMD هتختار اختيار اوبن سي ال. وطبعا لو جهازك ضعيف او ما عندكش كارت شاشه قوي، الاحسن انك تختار السوفت وير. دي اول خطوه لازم تعملها. تاني اهم خطوه في بريمير بالذات ان هو بيحب الرامات جدا، بريمير دايما شفاط رامات. فهنيجي على ايديت ونختار بريفرنس، وهتلاقي اختيار عندك ميموري، هتدوس عليه هيفتح لك القائمه دي. القائمه دي بتحدد لك انت عندك كام رام في الجهاز بتاعك، وده حجم الرامات اللي هتديها لبرامج ادوبي كلها. فيستحسن مثلا ان انت لو عندك 16، انا بخلي 4 بس للبرامج التانية و12 جيجا الباقي البرامج بتاعت ادوبي. زي ما قلت لك هو شفاط رامات. لو عندك 32 ممكن تزود العدد ده وتخليه مثلا 8 او حسب ما انت تحب. تالت خطوه وهي جوده العرض. دلوقتي عندنا الفيديو ده مثلا 4K، طبعا عشان هو 4K زي ما انت شايف كده هو معلق في التايم لاين، يعني مش شغال سلس. هتيجي عند ديت، دي جوده العرض دلوقتي، يعني جوده العرض وانت مشغل الفيديو. مثلا ديت ممكن تقللها على النص، يعني زي ما انت شايف دي كده الجوده الاساسيه، وانت بقى بتمنتج او انت شغال ممكن تقللها عشان تخفف ضغط شويه والبروجكت يبقى سريع معاك. زي ما قلت لك مثلا احنا عملناها على الربع او النص، لما تيجي تشغل الفيديو هتقل الجوده زي كده. طيب مثلا برضو عملت الخطوه دي وبرضو البروجكت لسه تقيل معاك، هتيجي عند المفك ده وتيجي هنا وبرضو تعملها نص او ربع، يعني على حسب برضو زي ما انت عايز، على حسب ايه اللي هيخلي البروجكت معاك اخف. انا مثلا عاملها على نص، وديت اللي بتتحدد في جودة وانت واقف، يعني وحتى والفيديو واقف برضو الجودة تكون قليلة، فكده الفيديو هيكون اسرع شوية معايا زي ما انت شايف. نيجي لمشكلة تانية، وهي اصلا الفيديو مش بيبقى معلق معاك او مفيش اي حاجة بتبقى معلقة معاك قبل ما تشتغل، انت بتبدأ بتعلق معاك لما بتضيف افكتات. فمثلا زي ما انت شايف انا عامل مثلا في مارس 2023 وحاطط عليها افكت، فبص هي تقيلة مهما احرك فيها هي تقيلة دلوقتي. طيب انت دلوقتي عايز تشوف النتيجة بتاعتها، بس انت طبعا يعني المنظر ده بص مثلا لو شغلتها تقيلة، فاهمني؟ الحل اللي برضو مش هيأثر على اي حاجة في شغلك هي انك هتيجي على الزائد ديت وهتدور على العلامة دي، هي لو مش موجودة عندك بتسحبها كده وبتبدأ تضيفها هنا وتدوس اوكي. العلامة دي بتعمل ايه بقى؟ ديت بتبدأ تخفي لك اي افكت انت حطه على الفيديو كله، فبالتالي انت بس مجرد بتخفي افكت فالفيديو هيبقى سريع جدا معاك، بمجرد انك تدوس عليها تاني بيرجع لك كل الافكتات اللي انت حاططها. يعني مثلا انت عايز تشوف الحته دي الزوم ده مظبوط ولا لا، انا طبعا كده انا يعني انا مش شايف، يعني مش حاسس، مش شايف كده ولا مريح للعين ولا اي حاجه، فيديو بيقطع، فبالتالي هبدا ادوس على ديت هخفي الافكتات اللي محطوطه وابدا ابص لقيت الزوم سلس ومظبوطه وكل حاجه. يبقى انت مثلا لو مكتر افكتات كتير في الفيديو بتاعك والتايم لاين بتاعك مليان افكتات حرفيا، فطبيعي جدا، طبيعي ده مش عيب من جهازك، طبيعي البروجكت يبقى بطيء، فبالتالي هي خطوه واحده بس هتدوس عليها هتخفي لك كل الافكتات اللي انت حاططها وهيكون اسرع بكتير. طب يا سيدي انت جربت كل اللي احنا قلناه ده وكل ده ما نفعش معاك، جهازك ما اعترفش باي حاجه من اللي انت عملتها، فهنا بنلجا لحل سحري جدا 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 وهو البروكسي. البروكسي ده بيعمل ايه؟ البروكسي ده بياخد الفيديو بتاعك، كل اللي بيعمله اللي هو بيقلل الكواليتي بتاعته في التايم لاين بس او في الايديت بس. يعني مثلا معانا الفيديو ده خلاص احنا هنعمل له بروكسي، بقت كل المحاولات بالفشل زي ما قلنا
وده اخر حل هنلجأ له. الفيديو ده 4K زي ما انت شايف، فالجهاز زي ما انت شايف كده هو مش قادر يشغله. كل اللي هتعمله انك هتيجي على المكان اللي بتاخد منه الفايلات او الفيديوهات بتاعتك وتشوف الفيديو اللي انت عايز تعمله بروكسي، وهتدوس كليك يمين من الماوس وهتلاقي بروكسي اهي، وتختار كرييت. هيبدا يجيب لك الصفحه دي. اول اختيار ده وهو انت عايز تقلل الكواليتي قد ايه، عايز تخليها النص او ممكن تخليها الربع، او كمان ممكن انت تحددها بمزاجك انت عادي. فمثلا انا هخليها النص. الاختيار الثاني ده اكتر حاجه عمليه معاك، هتكون اول واحده. تالت اختيار وهو الووتر مارك. الووتر مارك ده بيعمل ايه؟ الووتر مارك ده بيخلي على الفيديو علامه مائيه بس يعرفك ان الفيديو ده عليه بروكسي او معمول بالبروكسي، مش هيأثر معاك لما تيجي تعمل اكسبورت، مش هيفضل في الفيديو هو بس وانت بتعمل ايديت. رابع اختيار ده وهو المكان اللي عايز تخلي فيه البروكسي يتعمل. طبعا اول اختيار ده هيخليه مكان، يعني انت مثلا حط الفيديو بتاعك ده في فايل، هو هيخليه في نفس الفايل، وبتدوس اوكي. وطبعا عشان يعمل لك البروكسي ده بيبدا ينقل لك لبرنامج تاني اسمه ميديا انكودر من ادوبي برضو. هو دلوقتي بيبدا يحمل، بتسيبه لحد ما يخلص، ايا كان هياخد منك قد ايه على حسب الفيديو ومدته وحجمه والكلام ده كله. اول ما الفيديو بيخلص ويتعمل له بروكسي خلاص، بيظهر لك علامه هنا او كمان علامه هنا. بعد ما يتعمل على طول هتيجي على علامه الزائد دي، وهتدور على العلامه دي، تبدا تسحبها وتدخلها هنا. اول ما تدوس عليها هيبدا يظهر لك علامه هنا اهي. طيب تعال بقى نشوف النتيجه بعد ما عملنا بروكسي. ده الفيديو قبل اي حاجه، ودوت بعد ما عملنا له بروكسي. هناخد اي افكت ونبدا نحطه على الفيديوهين. نبدا بقى نشوف ونجري التايم لاين ونشوف انهي اسرع، ده الفيديو بالبروكسي ولا اكنك حطيت اي حاجه. وطبعا الافكت زي ما احنا قلنا لو دوسنا على ديت هيتشال زي ما انت شايف كده، الافكت بيعمل نور او جلو. طيب هو كده متفعل اهو، والفيديو زي ما انت شايف بيجري معاك سريع جدا. طيب نرجع بقى للفيديو الاولاني، زي ما انت شايف بطيء ومش قادر، حتى مش عارف يتنفس. لو قفلنا برضو الخاصيه بتاعت الافكتات عادي هيشتغل معاك سريع، مش هيبقى فيه مشكله. فانت عندك اختيار الافكتات ده وعندك اختيار البروكسي. طب نخش بقى على جزء اصلا تقريبا ما حدش اتكلم عليه، وهي اصلا الواجهه بتاعتك او البرامج اللي انت فاتحها في الجهاز بتاعك. دلوقتي احنا خلاص عملنا بروكسي وخلصنا كل حاجه، ليه مثلا ما نقفلش البرنامج بتاع الانكودر؟ كل ما خفيت ضغط على البروسيسور وكارت الشاشه طبيعي جدا ان بريمير هياخد امكانيات اكتر، وبالتالي هيشتغل اسرع. حاجه مهمه جدا انك تطفي اي حاجه انت مش عايزها هنا، يعني كل اللي كان مفتوح انا مش عايز، انا مش عايز مثلا غير دول بس، مش محتاج غير دول بس، فبالتالي اكيد هيبقى اسرع. حاجه كمان ان الواجهه بتاعتك لازم تكون مترتبه، يعني ما يبقاش مفتوح فيها كل حاجه ومستني البرنامج يشتغل براحته. يعني مثلا عندي دلوقتي الاوديو تراك مفتوح، انا مش محتاجه، هدوس على كليك يمين من الماوس واقفله. برضو انا مش محتاج ده مثلا، اقفله، تفهمني؟ وبقى مش محتاج يا عم ده، اقفله عادي. هو مثلا التكست يا عم مش محتاج التكست، اقفله. فانت بتتحكم في الواجهه بتاعتك عشان تكون اخف. طب انت قفلت الحاجات دي عايز ترجعها منين؟ بتدوس على ويندو هتلاقي كل الحاجات اللي انت قفلتها موجوده هنا. فارشح لك انك تعمل كذا واجهه او كذا ورك سبيس. هتعمل ده ازاي؟ مثلا انت خلصت، انت عايز الواجهه دي زي ما هي، هتيجي على ويندو وورك سبيس، وهتنزل تحت هتلاقي سيف ا نيو ورك سبيس، هتدوس عليها وتختار الاسم اللي انت عايزه. مثلا انا عامل في اس ار، عملت اي حاجه. مثلا دلوقتي انت عندك الواجهه دي، لا انت في واجهه تانية هتبقى اخف ليك واسهل ليك حتى في الاستخدام، هتيجي عليها وتختار الواجهه اللي احنا لسه عاملينها، هيرجع لك كل حاجه زي ما انت مختارها. يعني انا مثلا دلوقتي انا مختار عندي اهو والواجهه بتاعتي ومسميها احمد، دي الواجهه اللي انا بشتغل بيها. لو عملت كل دوت ولسه برضو في تقل او حاجه بسيطه كده، حاول تزود الرامات عندك في الجهاز، هو ده اللي هيفرق معاك. ودايما حاول تخلي البارتيشن اللي جواه بريمير خليه فاضي. يعني هنا مثلا هو مخنوق دلوقتي، فازاي تفضيه؟ هتدوس على ويندوز ار وتبحث عن تيم، هيجي لك ملفات، دي كلها ملفات ملهاش اي لازمه، ابدا امسحها، واللي هيجي لك كده دوس على دي ودوس سكيب. بعد كده ويندوز ار تاني ونفس القصه، بس هتلاقي تيم بعلامتين كده. هسيب لك كل الكلام ده تحت في الديسكربشن، تاخده كوبي وبيست على طول. هيبدا يظهر لك ملفات كتير كده، تبدا تحدد كله وتمسح، طبعا تعمل دي وسكيب. بعد ما تعمل الخطوات دي تلاقي البارتيشن ده خد نفسه كده وبقى فاضي. حاجه برضو هتسرع معاك البرنامج هي انك هتروح على ايديت بريفرنس، وهتيجي على ميديا كاش. ميديا كاش دي هي ملفات مؤقته بس بتاخد مساحه، وساعات بتبطئ الجهاز بتاعك. فانت حاول اول باول تيجي هنا وتمسحها كلها، والدنيا هتبقى معاك اسرع اكيد. او انك تيجي هنا وتختار اي حاجه من دول، يعني مثلا اول واحده دي اللي هو بيقول لك انا مش همسح اي حاجه تلقائي لوحدي. تاني اختيار ده بيقول لك ان هو همسح الميديا كاش ديت بعد كام يوم، مثلا هنكتب له 8 ايام مثلا، بعد 8 ايام تمسحها. بعد ما تدوس اوكي هنا وتروح تاني تفتحها هتلاقيها متفعله. او تالت اختيار ده وهو ان مثلا الميديا كاش ده الفايل لما يوصل اكتر مثلا من 3 جيجا مثلا هيمسحها لوحده، وهكذا بقى تختار اللي انت عايزه. وكده نكون خلصنا فيديو النهارده، عرفنا ازاي نخفف بريمير برو
ونخلي الواجهة اسرع بكتير. جربوا النصايح والتريكات اللي انا قلتلكم عليها في فيديو النهاردة، وقولولي في الكومنتات ايه اكتر حاجة فرقت معاكم. ولو الفيديو عجبك متنساش دعمك ليا بلايك وشير وسبسكرايب. وبس كده، سلام.